أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرض إسلام هي لخدمة بينران وبسراني كان علي عثماني بيام لخداي تبارك وتعالى دبارم وبركته ورحمته خوي دوما انقر رمضاني دا لوما انقر بيروزي دا بسرهم لك من برجيني آمين يا رب العالمين. خداي تبارك وتعالى شكر دكين لبر خاطري هم نعمتكاني وبتايبد لبر خاطري نعمتي إيمان وهروتر لبر خاطري أويك توفيقي ميداوة ك أو كتاب عظيمة كقرآن أما ببين بأمتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم وكتاب كما قرآن به أو كتاب عظيمة كخداي تبارك وتعالى لمانجي رمضان دا نازلي فرموا وقوري مانجي رمضانش وكو دزانن لبر خاطري هاتنا خواروي قرآنه جا أو كتاب زور عظمة هاي تدايا كبشري أورو بو علم زوريك البتا قطعا زور جيقاي ما وزور رقاي ما وكا تيبكا وبيبقا بلام بو تكنولوجيك أورو بشر لسريتي زور نكاتيكي كا لقرآنه دا شاد بوشيدبو خلقی که با علم و تکنولوژی نگیش بون نه اند تو آنی درکی اوی بکن یا درکی که تقریبا سطحان لمسئله که هبوا هر ایمانیان باشد که هبوا او را او جگه شکر براستی که اما دو عصری داده جین که علم گیشتو با جگه ای که بحثی که کشان کانو نجوم که لقرآن دا براستی آیاتی که زور لو بابتي دا خداي تبارك وتعالى باصي كردوا أما دتوانين دقتك عظيمتر وزورتر لو آياتنا حاصل بكين ولخزمت أو آياتنا دابين لحلقي في الشودة باصي أو ما انكرد كخداي تبارك وتعالى عصمان كاني قورا كردوا توبا بدستكاني خوي بو دستاني كأما نازانين شك كيفيتك هي قطعا به تصورك من لا اوي بك ايا دستي خداي تبارك وتعالى شلون بلام لا ايش لو حوتي سوري زاريات دا خداي تبارك وتعالى بو خوي فرموي ك والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون مع عثمان من بدستكاني خمان بنا كردوا وهر أمين دحالي قسترشي أو آسمانانا أأوا يعني بحثي انبساطي فضاء يقدانا نظريه كي مهمة بنيوي نظريه قورة كرنوي كهكشانا كان قورة بونوي كهكشانا كان بسرعتي كي عجيب لحالي دور بونوي ليقدان باسك من لگوری خورتاو کرد لبرانبر زمین دا که 1,300,000 جار لکوری زوی ما گورتر خورتاو او خورتاو سرعتی که عجیبی هیا که خدای تعالی لسوری یاسین دا باسی دکا باسی رویشنی خورتاو دکا لسردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیئتی که بطلمیوسی یعنی او نجوم شناسکانی او سردمی باسی اوان دکر که خورتاو دحال حرکت دایو و کوری زوی راوستاو بلام دوایا لسردمی کوپرنیکو گالیلو اوانه بو نکتیان پی برد که او زمین دحال حرکت دایا و خورتاو راوستاو بلام اوش هر اشتبابو اوی اولش اشتبابو اوش اشتبابو تواو نیان پیکا شونك قرآن بصراحة الحن باصي أو مسألة فرموا قرآن كخورتا وحركت دكا الحن علمي أو ربوي جيشتوا هم كوري زوي حركت دكا دحال حركت دايا دحال السوران دايا وهم خورتا وتواوي أو سيارانا هم دحال حركت دان وكو قرآن لآية سيوهجدا السورة ياسين وآية شلدا باصي أو ويدا فرمي ك والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم خورتاو دحالي جريان دا بصراحة خداي تبارك وتعالى فرمي جريان يعني أو ريشي
تجري جرى يجري جريان يعني ده حالي حركة دايا خورتاو بس سرعتي كي سرسام عور أما بو ما شاء تصور نكري أو كوري زوية كأعوى بآراميش و لسريهين بس سرعتي 30 كيلومتر لثانية دا ده حالي دوران دايا ده الصورة بدوري خورتاو دا 30 كيلومتر ده ثانية دا يعني أتو تشاو الدابني 30 كيلومتر كوري زوي بدوري خورتاو دا خلاوتاو 30 كيلومتر ندا يك ساعد دا ماشيني وهي دا يك ساعد دا 60 كيلومتر دروا يا 80 كيلومتر دا تواني بروا يا صد 30 كيلومتر ده يك ثانية ده سبحان الله لو عظمتي خداي تبارك وتعالى أو كوري زوي وحالي سوران خستوا شيء أو عظمتي إيجاد كردو شيء خلان دويتوا الله رب العزة بلام هر أبو سرعتي كزمين هيتي خورتاويش سرعتي كي زور عجيب ترلوي هي كو علم النجوم ديلا دلي حوصت كيلومتر ده ثانية يكدا خورتاو ده صورة بدوري أستيريه كي قورتر لخوي ده لكهكشان راهي شيري بلان بوچوية نازانين أو خداي تعالى ده فرميه الشمس والشمس تجري لمستقر لها بوجيقايا كي استقرار خوي أعوى ده حالي جريان ده تواوي سيارة كان وأعوى أستيرا كانش أواني كي خداي تعالى بيه ده حالي صوران دان للراس طوو بوچب كل هستي ده صوران ده لجورة ترين أستيركان وسياركان كلا راس طوب وتشب آود الصورين ولا تشكول ترين شتي هستيش كأتوم بإلكترون بدوري بروتون دا كلا سر درزي كيدا مليون ها أتومي تدايا أأوانا تواوي أأوانا لحالي صوران دان إلكترون بدوري بروتون دا بسرعة يكي سرصاناور يعني تشكول ترين شتي هستي وقورترين شتي هستيش كاكاكشان كان بن وأستيرا كان بن دحال السوران دان وخداي تبارك وتعالى بوخوي أو حكمتي تاك دزانية كخلقش كدتشن بو حج أوانيش لحالي تواف دان للراس طوب وتشب حوت جار دبي أو كصي كدتشت حجي حتما واجب توافك يا ربي خداي تعالى نسيبي مشبك كبتين بو مالح كعبي لودا أو توافى مع النسيب به يعني دقل كل هستي أمش بالصورين بعنواني يقدانا تسليم بون تبران بر عظمتي خداي تبارك وتعالى جاء لا آخري آية شلدة خداي تبارك وتعالى دفرمي وكل في فلك يسبحون توابي أو كائنات يعني مانجو روجو زمين أوانا هموي لفلك يقدا لمدار يقدا كخداي تبارك وتعالى يعني خلقيك كخداي تعالى بويدانا لحالي ملك ردندان يسبحون للريشي سباحة يعني لحالي ملك ردندان تواوي أو أستيرانا أو عظمة خداي تبارك وتعالى دو آيدا بأمان بازدك جاء جي أوي هي كزور زور ترلوي أما سرنج بدين بآيات كاني قرآن أو عظمتاني تدا جيقاي افتخار وشانازية بو أمتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم محمد مصطفى كألحان أأوى كتيبك هي كبشر دعسري أو رودا نيان تواني وإشكال لقرآن بقرن لو قرآن عظيمي كأمل خزمتي دا هين نيان تواني وإشكالي لي بقرن أقريش إشكاليان قرتوا لبقابلي كصانيك دا إشكالي كي مترح دكن كزور شارزايان لقرآن دانية بلام لبرانبر أو كساني كمتخصصو ليزان لعلم قرآن دا ناويرن براستي أبو أوشتان مترحكن يا أقريج مترحي بكن براستي بجواب هايكي دندانشكن وجواب هايكي زور علمي مواجه دبن كسريان صور دميني لعظمة قرآن أوان لأوروبا دبينن فوج فوج خلق إيمان دينن يعني آية أوان دا تكنولوجي دانين لخفقان دان فريو دراون ذهنياً بشت هاي كيديكا شور دراوة يعني مثلاً خلقك دسين فريو ياندادن نو الله تد أوجي تكنولوجي دان بلام قروه قروه بول بول أو خلقه والحمد لله إيمان دينن بلام لنيو خمان دا بداخوا
چون عمل کرد هایی که جاری وایا باش نبینن او بوی خلکانیک شل دبن ول ایمانو ل مسلمانات که خویان دنا الحمدلله الحانج ل منطقی کردواری خومن و ل جگاکانی دیکی مناطقی مسلمانانج الحمدلله جوان هایی که بی حد زور رویان هنا و بو دینی او هموی نشانه امیدواریه که جوان هایی که زور رویان هنا و بو دینی او رو جوان تواوی اطلاعاتی دنیا دتوانه دست رسی دابه با انترنت وصلن ماهواره لبردستی همو کس هیا یعنی شکر بو خدای خلق خلقیک یا جوانی که او رو بو اطلاعات دانشگاهی که اکثری خلقی الحن حد اقل صوات ميانجيني صوات بوت الليسانس ده حالك ده قديم وانا بو يكلاس دو صو... كلاسين صوات بو او رميانجيني علمي او ديبلوما ليسانس فوق ليسانس دكتوراه زورن يستا دكتوراه كان اواني متخصص الحمد لله زورتر برو قران دين شون عظمته كان خداي تبارك وتعالى ان ديتو لا اوجي علم و ده اوجي علم تكنولوجي ده او رو علم نيتواني و أبو جورة إشكال لقرآن بقرية أقري إشكالي شكرته قطعا جواب دراوته جابويا براستي جي خويتي كأما زورتر وربينا ولا آيات كان قرآن تدبر دا آيات كان قرآن دابكين فقط أو نبي كأما ختمك قرآن زو توابكين وصوابك زورتر من لو بابتي بيبقى بلان فناب خداي لآيات كان قرآن أصلا حالي نبو بين ختم قرآن جيقاي خوي هي كصوابه أجري كي زوري هيا بلام تدبر دا آيات كاني قرآن دا أصلي هدفك كخداي تبارك وتعالى أو قرآن نازل كردو دا آي بستو نوي سوري صاد دا خداي تعالى فرموي دي ودالي يدبروا آياته تا أو قرآن نازل بولا طرف خداي تبارك وتعالى تا تدبر دا آيات كاني دا بكن وأو كساني كخاوان بيرو هوشن تذكري تذكريك ببوان أو قرآنا وبندو نصيحة آموشقاريك بي فاز لو مانجا بيروزي كمانجا رمضان دا مانجا رمضان جي خويتي كأما زورتر ببارين وبراستي آتكاني قرآن أما فقدنا بي وتصور بكين بو بحث نكاتي كعلمي هاتون بلكو أو قرآن بو هداية بشر هاتو هدى للناس لآية صدو هشتاو بينزي سوري بقرة دا خداي تعالى كفرمي أو قرآن لمانجي رمضان دانا أزربو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بو هدايات خلقياته نبو أويك فقط بحث نكاتك علمي أما تيدا مترحكين وشاهد إشكالك بجيري خلقانك دلن أو نكات علميانا ترقيدك جاري ومطلبك كمثلا قبلا نيوتون شتيكي إثبات كربو دواء أنشتين هاد رتي كردوا آية ستزمينيك هي أو نكاتاني كخلق قرآني في تفسير ركاته أو أنجد حالي تحول دانا بن ورد نكرينوا ألبطة أما أو زور نكتيكي جوانا بلام أما قرآني دقل أو نكاتانا هما هنك دكينو يا تفسيري دكينو كبون بالنظرية دحد فرضية دا لوي درشون كيق نظريك عادي بي بلكو بعنواني قانوني كتبديل بون حقمانية قرآنية بهر عنوانية كي علمي أما تفسيري كينو وشنك شاة تحولاتي كي دي كي تدابي بلان بحثك أويا كقرآن نبخ خاتري فقط أو نكات علميانا هاتو قرآن نكتبه كي شيميو فيزيكا نكتبه كي نجوميا بلكو قرآن كتبه كبو هداياتي بشر هاتو أما دبي قلبكاني خمان هما هن كين دقل آياتكاني قرآنية كخمان كين بخميري قرآن كأو شكل ما نبدأ ودقل أويك ديخويني وبويك أجر وبعداشتك ما بيبقى دقل أوي دبي أصلي هدفك قرآن كتدبر دا آياتكان قرآن وعمل بيكردنا بو آياتانا أما دبي فكر لأوانا بكين وعمل بو آياتانا بكين خمان بكين بداعيانيك بو آيات قرآن وكو خداي تبارك وتعالى للسورة عصر دا كإمام شافعي رحمة خداي لبيد فرمي أقر خدا رب العالمين فقد أو سورة عصر نازل كربا كسيدان آية بو بشر نازل كربا بيامي خوي بو بشرية قياندو كدو دا سون دخوا بعصر خداي تبارك وتعالى كتهواوي إنسان كان أقر دولمندو فقير بن شاو قدا بن
كارمند بي الرئيس بي يا خلقك كي عادي بي همود خسران وزرردان مقر أو كصانيك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقر أو كصانيك إيمان بينو عملي صالح عن هبه ودقل أو عمل صالحان يعني لنيوان تواوي عمل صالح كان دودان عمليان دبي حتما هبه دنا يصطاد خسران دان يصطاد زرر دان أو دو عملت شيا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني دبي توصية بحق بكين أو شتاني كلي حالي بوي بعنواني حق تو أمنو تويك دبي حتما توصية بي بكين بخلقيكي بقيانين بإخلاص و ودق درجاي أو توصية بحق كردني مشكلاتي كمان توجد به خلكاني كمان توجد به كتشرشاد بمن دادن أو أنا وافز قران أو أنا متحجرا أو أنا بقول كوتا فكرا يا أمر روشن فكرين فنا بخداي دبي أو نوع عشتانا أما صبر وتحمل ما عند برابرين ده هبيت شون ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أو همو تعنو تشريان بدادا بلام أو سبري كرت أمجد به صبر بكينو وداعيان يكي بإخلاص بين بو قرآن وبو أو دين حقيك خداي تبارك وتعالى بعنواني آخرين بيام بو بشر نازلي فرموا أما بإفتخار وشانازي و أو ديني بخلقي راب جينين چونكي هيج بيغمبريكي دي كنايا وعلماء أمتي إسلام يا ربي خداي تعالى لوان ما ندابني علماي بحق كإنما يخشى الله من عباده العلماء براستي علماء فقد خشيتي عن هي لخداي تبارك وتعالى ترسيكي علمي براستي عن هي لخداي تبارك وتعالى جاء أما دبي چونكي آخرين أمتين بو أو خلقي مبعوث بوين هاتوين دري وكو خداي تبارك وتعالى لآياتي صدو دي سورة آل عمران دفرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واتئ وباشترين أمت بون بو أو خلقي هاتون دري هنا خداي تبارك وتعالى إيوي هنا وتدري شنك بو أو مميزو أو امتياز خاصة لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داك أمر بمعروف دكن ونهي لمنكر دكن دعين حال دا إيماني شان بخداي تبارك وتعالى هيا جاء أما شكري خداي تبارك وتعالى بجيدين لكوتاهي دا كأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم من بلام دبي أو أمتا أو أركا قرانا أو وظيفي بيغمبراني خداي صلاة وصلاة خداي لسر بي بمس بيردا ودبي بأمتي دنياي راب جينين بتواي خلقي دنياي راب جينين أو قرآن عظيمة كده خزمتي داين بعنواني مسلمانيك دبي بزانين شون دخوين دريتو ودبي لنكاتكاني كتيدا تدبري عميق ما تيدا كربيه تا اويك بتوانين بخلقك دنياي بجينين كالقران تشي تدايا بودا بي اما القران بكينا والقوسر مشقو في شواي خومان ولا اكام دا لخداي تبارك وتعالى دي ساند فارمو كي يا ربي خدا او قراني بكي بهاري قلب مان بيكي بنوري سينجا كان مان بيكي بمايي لا بردني غمو فجار كان مان يا ربي خدا لو كصان مان دانني كقران يعني مهجور كردو ولا يكان ناوى بلكو لو كسان من دابني كقرآن دخو النو عملي بيدكن ودعوتي بيدكن يا ربي خدا قرآن يبكي شفيع تكاكاري روج قيامتي من آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى